مثلا عن موضوع الحيوان، ايه علاقة الانسان بالحيوان، وايه الواجبات من الانسان تجاه الحيوان؟ واجباتنا كبشر من ناحية الحيوان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الواجبات اللي علينا بتيجي من منطلق الرفق بالحيوان. الرفق بالحيوان بنعرفه بانه هو معاملة الحيوان المعاملة الحسنة، عدم القسوة عليه، اعطاء حقوقه التي فرضها الله سبحانه وتعالى والديانات المختلفة على الإنسان. من ضمن حقوق الحيوان فهو ليه حقوق على الإنسان مهمة جدا، والحقوق دي عبارة عن متطلبات الحيوان عشان يعيش، يعني مش حاجات أوفر ولا حاجات زايدة، مش تدليل يعني، لا مش تدليل ولا دلع للحيوان، لكنه هو حقوق كشريك موجود في الحياة أو كائن حي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. وكما ذكر في سنة الأنعام إن هو خلق الأنعام وتكفل برعايتها ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الإنسان، يعني الإنسان ملزم إن هو عليه واجب تجاه يؤدي واجب للحيوان. إيه هي الواجبات ديت؟ الواجبات دول المنظمات العالمية الحديثة أو العلم الحديث حددهم في 5 حقوق للحيوان على الإنسان. أول حق منهم إن أنا ما أعرضش الحيوان للجوع ولا العطش. ده كائن حي، روح زي ما بنقول، مطلوب إن هو ياكل ويشرب عشان يعيش. عدم تعريضه للجوع والعطش بيعتبر واجب أداه الإنسان للحيوان. وبرضه مش معنى إن أنا أكله وأشربه، يعني أكله أي حاجة وأشربه أي حاجة وكلام زي كده. الإنسان هو عدم تعرض الحيوان للظروف البيئية الغير مناسبة. يعني ان انا اي حاجة بتأذي الحيوان سواء من ارتفاع درجة الحرارة او البرودة العالية، او ما اجيبش حيوان مثلا واحطه في مكان مفتوح الامطار بتنزل فيه بالليل، يقعد طول الليل المطر نازل عليه يغرقه ويبدأ يسبب له امراض وحاجات زي كده. ايضا الحرارة المرتفعة، ما اجيش في عز الظهر او في البلاد الحارة واطلع الحيوان بتاعي وابدأ اربطه في مكان انا ما استحملش. الحاجة اللي ما استحملهاش الحيوان ما يستحملهاش. يعني يا دكتور، عامل الحيوان مش كأنه إنسان، بس أشوف هو روح زيه يتكون من لحم ودم. بالظبط. عامله زي ما أحب، إن أنا مش أتعامل بس لحد ما إن أنا لا وليه لا وليه لا مش زي ما أنا أتعامل يعني. هو ده كائن حي وشريك في الحياة وربنا خلقه، بس يمكن ربنا كرم الإنسان بالذكاء وبالمخ وحاجات زي كده، لكن له متطلبات زي الإنسان بالظبط. تمام. الحق الثالث على الإنسان إن هو يبعده وعدم تعريض الحيوان للألم وللإصابات وللمرض. يعني أنا ده بقدر الإمكان أشيل الألم عن الحيوان، أخفف عنه الألم، أخفف عنه أعذبه زي ما بنشوف في الشارع، أخفف عنه الألم وأشخص مرضه بسرعة وأبدأ أعالجه بسرعة. يعني ما اقعدش سايب الحيوان ل10 ايام مريض وبعدين ابدا اوديه للطبيب البيطري او اوديه المكان اللي هكشف عليه فيه. ده من الحاجات الحقوق اللي حققتها اللي اشترطتها المنظمات العالميه. الحق الرابع وهو عدم تعرض الحيوان للخوف. مجرد الخوف او الاشياء التي تؤدي الى الخوف عند الحيوان، ان انا امسك عصا وابدا الاطفال زي ما بيعملوا ويبداوا يشاور للحيوان او يهدد الحيوان بيها، او الكلاب اللي موجوده حتى في الشارع والاطفال ده بيأثر عليه سلبا يا دكتور. كله بيأثر سلبا على سلوكه وعلى انتاجيته. اذا كان حيوان من الحيوانات المنتجه اللي بناخد منها لبن ولحوم والبان وحاجات زي كده بتأثر على الانتاجيه كمان. اذا كان من الحيوانات اللي هي الحيوانات المنزليه او اللي بنربيها للمتعه او للشو، فدي بتأثر على سلوكه. ممكن الحيوان اللي هو كان حيوان أليف مسالم مثلا يبدأ يبقى عدواني. تمام. ده بيكون سبب الإنسان سبحان الله وتعرضه لأساليب رعاية خاطئة. الحق الخامس وده حق مهم جدا، إن احنا ندي للحيوان الحرية أو نحقق للحيوان الجو اللي يخليه يؤدي السلوكيات بتاعته بطريقة عادية أو يعيش حياته بطريقه عاديه. نوفر له بيئه ملائمه، نوفر له البيئه ونوفر له المكان ونوفر له العقل بتاع الانسان اللي بيرعاه ان هو يمارس حياته الطبيعيه.
يعني لا ممنوع ان انا ازيد اي جزء من الحيوان يكون بيستعمله في تناسل او في رؤية او في سمع او حاجات زي كده، ده بيبقى حرام، حرام شرعا، حرام شرعا وممنوع قانونا بقوانين التي تنظم. بس تبيح عندنا في مصر يا دكتور ان الحيوانات المنتجه بيقولوا ان هي لما تعمل لها عمليه خصي لحمها بيزيد، بيبقى والله اذا كان لغرض يعني في سبيل صحه الحيوان او انتاجيته او بحيث مش هياثر عليه بالنسبه لحياته ممكن يتعمل. يعني هي عملية الخصي في الحيوانات المنتجة دي بتتعمل فعلا لزيادة اللحوم وتحويل وهدوء الحيوان، لأنه هو الحيوان أنا مش مطلوب مني حيوان يكون شرس أو يكون بيبذل طاقة عالية جدا في الجري والتنطيط والنطح والرفس والكلام زي كده، فدي ممكن مسموح بيها في حالة إنها لا تضر بحياة الحيوان. تمام. طيب دكتور يعني إيه هي الاسلام لما جه وصانا واخلق، وما هي تعاليم الاسلام اللي وصانا بيها الرسول عليه الصلاه والسلام للرفق بالحيوان؟ طبعا الاسلام سباق جدا، ديننا الحنيف في ان هو في الخصال الحسنه او في التقاليد الحسنه بالنسبه اللي بينصح بيها المسلمين. وانا عايز اقول لسعادتك ان مش بس الدين الاسلامي هو اللي وصى على الرفق بالحيوان، لكن باقي الديانات الأخرى وصت أيضا على الرفق بالحيوان، حتى المسيحية حتى اليهودية بتوصي بالرفق بالحيوان. لكن ديننا الإسلامي كان واضح جدا ومن زمان من زمن بعيد إن هو الرفق بالحيوان في صورة إيه؟ في صورة إن إحنا نستعمل الحيوان في الغرض أو الهدف اللي هو ربنا خلقه منه. يعني مثلا في آية بيقول فيها سبحانه وتعالى في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس وإن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبونها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيحدد في آية زي كده استعمال الحيوان، استخداماته والاستخدامات اللي انت يعني خلق الخيل والبغال والحمير عشان نركبها وزينه لنا ايضا طبعا، لكن مش عشان نستعملها للسخره وعشان نسخرها وعشان نقسو عليها وعشان نحط عليها احمال اكتر من طاقتها زي ما بنشوف في الشوارع وفي العربيات الكارو والناس اللي بتنقل احمال حاملها فوق طاقتها وبتبقى كمان متعوره وبيشغلها، ودي الرسول عليه الصلاه والسلام وبيعذبها عشان تمشي. يعني هو الحمار مثلا تعبان وعايز يستريح تلاقي الراجل عمال يضرب فيه عشان تمشي، وهي شايله حمل اثقل من طاقتها. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال ان في حديث، يعني وانا لا اسال عن صحته وغير صحته، يعني احنا بنفترض ان هذه الاحاديث كلها سليمه، اركبوا هذه الدواب سالمه وتدعوها سالمة. يعني فيما معناه يا دكتور ممكن حد تقول مثلا فيما معنى الحديث؟ فيما معنى الحديث: ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تبارك وتعالى. صدق رسول الله. الحديث ده بيوضح لنا برضو إن إحنا مش يكون الحيوان تعبان ومريض ونبدأ نشغله أو نركبه أو حاجات زي كده، لازم يكون سليم، وايضا اذا كان في امراض او اي حاجه اعالجه، وفي نفس الوقت مش الحيوان لا يستخدم في غرض غير الغرض اللي هو مستعمل. يعني انا مش اركب الحيوان مثلا وقابلني واحد صاحبي في الطريق وابدا ارغي معاه وانا راكب الحيوان وواقف واعذب فيه واذل فيه وانا واخده في القرى وفي المدن وفي كل حته، ان هو بيبقى راكب الحيوان وبعدين يقابله واحد صاحبه يقعد يتكلم معاه ونسي نفسه والحيوان راكب، انزل سيب الحيوان وابدا اتكلم، وبعد ما تخلص الوسيله النقل بتاعتك هي الحيوان اركب وروح المشوار بتاعك. يعني دي من الحاجات اللي وصانا عليها. ايضا من الاحاديث الشريفه ان قال صلى الله عليه وسلم او فيما معناه انه رايت في النار صاحبه الهره تنهش مقبله ومدبره، كانت اوثقتها فلم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشائش الأرض. يعني دي بيوضح
ان الست او السيدة التي لم ترفق بالحيوان في الدنيا فعندما لا تركتها تأكل ولا ولا تركتها تأكل حبستها وعذبتها وما سبتهاش تشوف حالها بره، فربنا سبحانه وتعالى بيعاقبها بان هذه القطة بدأت تنهش في صاحبتها وهي رايحة وهي جاية. وسبحان الله دكتور، يعني لو نشوف اخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه لما كانت الهرة على كم جلابيته وهو نايم وعايزة القطة صح من النوم لقاها بتولد ما رضاش يتحرك لما هي تخلص ولادة. ليه؟ لان ده موقف صعب بالنسبة للقطة وبتعتبر في ازمة وبتعتبر ان هذه الحالة وعليه الصلاة والسلام كان ادرى بهذه الامور اكتر منا، ان اي قلق بتعمله حتى في الحوامل او الاناث في الانسان ان بيقول لك وفر لها الراحه اثناء الولاده، فاي قلق ممكن يقلب هذه، حتى في العلم الحديث دلوقتي ان لما بيحصل اي اثاره او اي قلق لحيوان وهو بيولد بيؤثر سلبيا على سلوكه بعد كده، ممكن هذه القطه اذا حد عمل لها كده ممكن تاكل ولادها بعد كده او الارنبه تاكل ولادها نتيجة لأنك سببت لها قلق وسببت لها إثارة أثناء الولادة، فبتخاف عليهم فتبدأ من الخوف بتاعها تبدأ تاكلهم عشان تحافظ عليهم. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. طبعا قدوة، بس قدوة في تصرفاته. شوف يعني كان خايف على شعور القطة، كان خايف عارف إن ده ممكن يأذيها، وعارف إن هو بيعلمنا إزاي يعني حتى نعامل الحياة القطة، إزاي نحافظ على شعورها بالظبط كده. وده اللي إحنا عايزينه، يعني ده اللي إحنا بنطالب بيه دلوقتي إن إحنا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في معاملته للحيوانات وللإنسان ولكل البشر ولكل المخلوقات، فده اللي احنا نسير عليه. وحتى بالعلم الحديث بتاعنا احنا ما بنأتيش بجديد، يعني بناخد ونستقي من ديننا الحنيف ونبدأ نصيغه في اسلوب علمي فقط. تمام. طب دكتور عايزين نعرف بقى ايه العلاقة بين الإنسان وبين الحيوان كعلاقة بقى يعني عكسية وطردية؟ وزي ما قلت لسعادتك في اول الحلقه ان في علاقه وثيقه جدا بين الانسان والحيوان. أيوة. كشريكان في الحياه. ايوه أو في الكون. أيوة. الشريكان دول انت ممكن سعادتك مع شريك اخر معاك من البشر تكون في علاقه حميده وعلاقه غير حميده. تمام. فبرضو الانسان والحيوان في علاقه متبادله سواء في الفائده، وايضا في هناك يشوب هذه العلاقه بعض المخاطر من الحيوان الى الانسان. فاحنا نتكلم عن العلاقه الحميده اللي هي بتكون علاقه تبادليه. أيوة. يعني انت بتقدم شيء للحيوان وترعاه رعايه سليمه بيعطيك الانتاج اللي انت او الغرض او الهدف اللي انت بتنشده منه. يعني انا لو بربي هذا الحيوان لانتاج منتج معين من لحوم او البان او اصوات حاجات لازم ارعاه بطريقه سليمه عشان هذا المصنع يؤدي الغرض منه. لو انا مربي هذا الحيوان للمتعه وللمعرض وللعرض لازم ارعاه بصوره، وكشريك ليا لازم ارعاه بصوره سليمه ايضا عشان ما تسببش في تغيير سلوكه الى الأسوأ او يكون شرس او يكون خائن او يكون غدار. كل الكلام ده بيجي من الانسان، فهذه انا علي حقوق او واجبات ناحيه الحيوان، والحيوان ايضا عليه واجبات ناحيه الانسان، وكل منهما يجب أن يحترم الحقوق والواجبات بتاعته. أما الجزء الآخر اللي لازم ننبه عنه برضو أن قد يكون هذا الحيوان مصدر خطر للإنسان. طب دكتور قبل ما ننتقل للخطورة، هل في مؤسسات بتعلم الناس إزاي يتعاملوا مع الحيوان بطريقة سليمة؟ بالذات في القرى، وبالذات لأن القرى بنلاقي فيها نسبة الحيوانات بتبقى اعلى بكتير في القرى عن المدن يعني. هو يعني انا بقول لسعادتك ان الاساس في هذا الامر هو كليات الطب البيطري او الجامعه او المدارس. خلينا نبدا من المدارس من تحت. المفروض ان احنا وبنطالب بهذه الاشياء ان يكون في المواد الدراسيه بتاعه الاطفال اشياء من هذا القبيل، ان احنا نوعي او نثقف كيفيه المعامله الحسنه او التعامل مع الحيوانات. فاحنا بنطالب بهذا الامر وعملنا مؤتمرات في هذا الشأن، وفي مؤتمرات قادمه ان شاء الله. ده بالاضافه لان في جمعيات اهليه. أيوة. مدنيه من المجتمع المدني تعتني بالرفق بالحيوان. يعني بس فعلا بتنزل للناس وتعلمهم وتقول لهم ان والله هو فعلا الدور التثقيفي والوعي ده ناقص.
لكن هم بيعملوا حاجات قدام الناس تخليهم ياخدوا العبرة منها او يعملوا زيها في طريقة الرعاية او الرفق بالحيوان. لكن الدور التثقيفي ده منشود من المدارس والجامعات. يا دكتور، ده في اوروبا دلوقتي مطلعين قانون ان اللي بيربي حيوان زي كلب مثلا في بيته بيعاقب بمدة قد تزيد عن 3 شهور بالسجن إذا لو ما خرجش كل يوم يفسح الكلب بتاعه ويمشيه. والله هي دي برضه سلوكيات، يعني دي برضه نتيجة للتوعية والسلوكيات بتاعة البشر هناك. هي لا ما احنا عندنا قوانين، لكن هذه القوانين لا تفعل الا اذا غيرنا من سلوك الانسان. ايوه يا دكتور، ما احنا القانون بتاعنا غير مقصر، احنا سلوكياتنا اللي عايزين ازاي نعلم الناس بالظبط، وازاي نوعيهم ونقول لهم ازاي يتعاملوا مع حيوان، ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي لو طبطب على حيوان الحيوان هيحس ان هو طبطب عليه. هو الناس بتتعامل مع الحيوان ان هو لا بيفكر ولا بيحس ولا بيفهم ولا عنده اي لا هو ده يعني. طبعا تفكير خاطئ، ولكن ان شاء الله وبعون الله البركة في قناة الصحة والجمال هتبقى سباقة بإذن الله في عمل برنامج إن شاء الله نقدمه على القناة اسمه الرفق بالحيوان، وهنستعرض فيه إن شاء الله كل حلقة موضوع جديد وكيفية التعامل مع الحيوانات المختلفة وإيه المطلوب منا وإيه الواجب علينا وإزاي نعامل هذا الحيوان عشان يبقى شريك نافع ومفيد بالنسبة للإنسان إن يعني شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين، دي تنوية عن البرنامج بتاعنا بإذن الله، عشان خاطر اللي ما يعرفش لازم يعرف، لازم يتعلم، ولازم مش عيب إن الواحد ما يكون ما يعرفش ويتعلم، بس أهم حاجة إن هو لما يجي يقابل ربنا بإذن الله يوم الحساب يلاقي نفسه إن هو ممكن يخش الجنة في إنه أكل هرة، ممكن يخش الجنة في إنه أطعم أو سقى حيوان يعني. ف الحيوان ده بالنسبه لنا روح، لازم نعتني بيها ونقدم لها كل الرعايه المناسبه ليها. طب دكتور، بقى نرجع تاني لموضوع ان ايه بقى يعني الحيوان ممكن يكون شريك ضار بالانسان؟ ممكن يكون شريك ضار بالانسان، بس انا احب اقول لسعادتك والساده المشاهدين ان الانسان هو السبب برضه. يعني الانسان بيكون هو السبب اللي يخلي الحيوان يبقى ضار ليه، او بيكون تقصير من الانسان. هي الحاجة الأساسية يعني اللي احنا عارفينها أو الناس تعرفها كلها، إن ممكن الحيوان ده يكون شرس شوية، يرفص أو ينطح أو يعض أو حاجات زي كده. لكن في الفترة الأخيرة أو بالعلم الحديث اكتشفوا إن ممكن الحيوان يكون مصدر عدوى بالنسبة للإنسان، يعني ينقل له أمراض، وتعددت هذه الأمراض وأصبحت أمراض كثيرة جدا وبتسبب مخاطر كثيرة جدا على حياة الإنسان، ولذلك يوجب او وجب التنويه والتوعيه في هذا المجال ان الحيوان بينقل امراض الى الانسان. وحدث في الفتره الاخيره زي ما شفنا في انفلونزا الطيور، وشفنا في الحمى القلعيه، وشفنا في جنون البقر زمان، وفي جنون البقر في فتره سابقه، وغيره وغيره في امراض لم تنال هذه الشهره. يعني في امراض كثيره جدا، وقلنا قبل كده في البرنامج ان زي بروسيلا مثلا، البروسيلا اللي بتصيب بالعقم في الرجال، والتوكسوبلازما اللي بتصيب الحوامل من السيدات بالاجهاض، ده ميكروب بينتقل عن طريق الحيوانات المنزليه اللي هي القطط والكلاب، وايضا ولسه وفي في والخوف من امراض معينه قد تنتقل الينا. ولكن احب اقول لسعادتك ان معظم هذه الامراض بتكون امراض وافده علينا، لان احنا الحمد لله بنقوم بالتحصينات المطلوبه والاجباريه اللي بتمنع وعندنا تحكم في هذه الامراض الا اذا حدث ودخلت الينا من الخارج. يعني معظم الامراض اللي بتصيب الحيوانات عندنا في مصر بتكون وافده الينا من الخارج، يعني في الاونه الاخيره بتكون وافده. واحنا برضو يعني هنحذر باذن الله في كلامنا من مرض لسه سامعين عنه، هو موجود في السودان، اسمه حمى الوادي المتصدع. حمى الوادي المتصدع، المتصدع ده يعني ايه دكتور؟ حمى الوادي المتصدع ده مرض يصيب الحيوانات ايضا، هو يصيب الاغنام والماعز والابقار والجاموس والجمال، ووجدوا اخيرا انه بيصيب الكلاب والقرود والفئران. هذا المرض مرض فيروسي، والخطوره بتيجي لما
يبقى المرض من الامراض الفيروسيه. بيعمل ايه في الحيوان الاول قبل ما يصل للانسان؟ يعني هو ايه الاعراض او ايه اعراضه او بيسبب الحيوان ايه في الاخر؟ هو بيسبب طبعا لازم في اعراض على الحيوان، وده اللي بيخليني اخد بالي وابدا اعرف او اكتشف المرض، ان هو حمى حاده، ومن الاسم بتاعها حمى، معناه حمى، كلمه حمى يعني في ارتفاع في درجه الحراره عالي جدا في درجه الحراره، يصل الى 40 الى 41 درجه مئويه. وهذه الحمى بقى وما لها من مضاعفات بتبدا تعمل فقد للشهيه، وتعمل قيء، وتعمل بقع نزفيه تحت الجلد في الحيوان، وممكن يكون في نزيف من الانف، وايضا تؤدي الى ضعف في الابصار، وقد تؤدي الى العمى في الحيوانات الحوامل، في الاغنام والماعز بالذات تؤدي الى نسبه اجهاض 100% للحمل بتاعها. وفي الحملان الصغيره والحيوانات العجور الصغيره بتؤدي الى نسبه نفوق فيها الى 70 الى 90%. طب وده لو انتقل يا دكتور للانسان بيسبب ايه؟ هو قول لي حضرتك ازاي بينتقل اهم طبعا للانسان. طبعا يعني هو بينتقل للانسان هذا المرض الفيروسي عن طريق الناموس او البعوض، وده خطر جدا طبعاً. هذه الحشرة أو الحشرات الأخرى الماصة للدم، فبتبدأ هذه الحشرة تنتقل من حيوان مصاب إلى حيوان سليم فتصيبه، وهكذا 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 لغاية ما يصبح هذا المرض مرض وبائي يعني منتشر. وبالتالي اختلاط الإنسان بالحيوان واستعمال المنتجات بتاعته وملامسة اللحوم أو الدم أو السوائل أو الإفرازات بتاع الحيوان هتؤدي إلى انتقال، وأيضا البعوضة نفسها لو راحت على حيوان مصاب وبعدين لسعت أو قرصت إنسان سليم هتنقل ليه العدوى. تمام. فده خطر جدا للناس اللي بتنام بره في الشارع وبتنام عراية، يعني لابسين لبس قصير أو حاجات زي كده. فبس خطورة هذا المرض بتظهر عند تكاثر البعوض، يعني في الفترة اللي فيها الأمطار بتبقى شديدة أو رطوبة عالية في الدواء. طب حضرتك يا دكتور تنصح بإيه نصيحة لمشاهدين؟ ربنا يا رب يكفينا شر الأمراض جميعا يا رب، بس حضرتك تنصح بإيه للوقاية من أمراض الحيوانات؟ أولا يعني بننصح الجهات المسؤولة أو المربيين أو أصحاب الحيوانات إن يحصن الحيوانات بتاعته إذا كان في تحصينات ضد الأمراض بانتظام. يعني ما نهربش من في تحصينات اجباريه بتقوم بها وزاره الزراعه وهيئه الخدمات البيطريه والجهات المسؤوله، بس الناس بتهرب منها. يعني 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 لما نيجي نقول في القريه مثلا ان احنا عندنا تحصين لحمى قلاعيه او لجدري، الناس بتخاف ياثر على الحيوان تاثير سلبي يكون فيروس ويبدا يعديه ويموت الحيوان كرد فعل او لاسباب اخرى، يعني بيهملوا ان الحيوان يضعف جسمه يقل فيكسر فيه فبيهربوا ما بيروحوش يؤدي هذه التحصينات. فاحنا بننصحهم ان هم يؤدي هذه التحصينات بانتظام كل 6 شهور او كل سنه زي ما الجهات بتقول لهم. الحاجه الثانيه ان احنا مهم جدا ان احنا الحدود بتاعتنا من الخارج بننصح، وهم قايمين بالواجب ده والحمد لله في اسوان دلوقتي وفي الحدود الشرقيه والجنوبيه بتاعتنا، ان احنا نعمل حجر بيطري مظبوط، نحجز الحيوان مده لا تقل عن 48 الى 72 ساعه لفحصه وخلوه من هذه الامراض، وبعدين نبدا نسمح له بالدخول الى البلاد. بنصح برضو الانسان اللي بيتعامل مع الحيوان ان يكون حريص جدا اذا كان هذا الحيوان مصاب ان يكون فحص على الحيوانات في المجازر لخلوها من الامراض، واكون في جوانتي او قفاز بلبسه اثناء التعامل مع الحيوان في الذبح او في طهي حاجه او في الاشياء ديت، وبعدين استعمل المطهرات في اماكن الحيوانات اللي موجوده عندي عشان تقتل اي مكروب موجود في هذا المكان. ويعني الامور كثيره جدا، اذا كان في مصل او حاجه تحصين للانسان ضد امراض معينه ياخدها الانسان برضه بانتظام ما يهملهاش، وهكذا. تمام يا دكتور، احنا سعداء جدا بحضرتك النهارده يا دكتور، وبنشكر حضرتك جدا. بنشكر الاستاذ دكتور ربيع حسن فايز، استاذ سلوكيات ورعايه الحيوان بكليه الطب البيطري جامعه القاهره، واحنا النهارده سعدنا جدا بوجود الدكتور معانا، واكيد نكون استفدنا ان شاء الله مع الدكتور وسمعنا النصايح. واحنا يا جماعه عايزين بس ناخد بالنا كويس من المعامله مع الحيوان ونتقي الله
في اللي عنده حيوان يتقي الله فيه ويعامله معامله يعتبره، مش هقول كانسان بس، يعتبره ان هو روح، وانه ده من صنع الله، وان احنا واجب علينا ان احنا نكرم خلق الله وصنع الله. ويا رب تكونوا استفدتوا معانا ان شاء الله. الجمل كما نعلم في الصحاري فهو سفينه الصحراء، وفي نفس الوقت بنقول هو فريزيان الصحراء. ليه الاسم ده حضرتك؟ طيب انا مسمى سفينه الصحراء يعني هو يركب، فربنا خلقه بطبيعه معينه وهو وجود الخوف. الخوف ده ما يخليش الجمل يغرز في الرمال الناعمه فيستطيع ان يتحرك بسهوله ويسر، علاوه على الخطوه بتاعته الطويله نتيجه ان الرجل بتاعته طويله فبيخطو خطوه طويله فيقطع مسافات طويله جدا في فتره برضو قصيره. ده خلاف عن الهجم اللي هي بتاعت السباق، دي طبعا ليها مسافات طويله تستطيع ان تقطعها. بيتحمل ما دام نقول سفينه الصحراء، بيتحمل العطش، يستطيع الصيام عن الاكل لفتره طويله، فحباه الله بمزايا كثيره جدا منها المزايا اللي انا قلتها. علاوه على هذا بنقول عليه فريزيان الصحراء، نظر لان البقره الفريزيان بيقولوا ان البقره التي تنتج يعني كميه وفيره جدا من اللبن، فالناقه هي نفس الكلام. وعلى فكره لازم الناس تبقى عارفه ان الناقه الضرع بتاعها 4/4 زيها زي البقر، فلما بنقول هي بقرة الصحراء او فريزيان الصحراء فهذا تشبيه حقيقي لما يمكن ان نقول. انتاجها من اللبن طبعا عالي، فمن هذا المنطلق نستطيع ان احنا نقول ان ربنا خلق هذا الحيوان بخواص تستطيع ان يعيش في احلك الظروف وفي المناطق القاسية النائية التي ينظر فيها الماء وينظر فيها العشب. وبرضو تكملة الحديث حضرتك، ان احنا برضو المعلومات اللي عندنا بتقول ان هو بيشبه الابقار ايضا او البقرة في ان المعدة بتاعته معدة مركبة، وله القدرة على هضم حتى الاشياء اللي هي غير الطعام، يعني لو في مطاط، لو في اي حاجة في الارض وحاجات، او في اللي هي الاعشاب الصعبة الهضم بالنسبة للحيوانات الاخرى اللي هي بتبقى موجوده في الصحراء الجافه والناشفه ديت، ممكن في قدره للمعده بتاعته ان هي تهضمه لانه ذو معده مركبه برضه زي الحيوانات المقترنه. هذا صحيح، ولكن يختلف برضه عن الابقار والجاموش والاغنام. المعده المركبه من 3 وليست 4، في المقترات الاخرى هي 4، انما في الجمل 3، وده ما يفرقه عن باقي المقترات. الشيء الثاني ان البكتيريا والاوليات اللي موجوده في الكرش بتاعت الجمل تتميز تميز كبير عما هو موجود في باقي المقترات. فهذه الكائنات الدقيقه الحيه اللي موجوده في الكرش تستطيع ان تهضم اصعب المواد الغذائيه التي لا يستطيع ان يهضمها كائن اخر. استاذنا الدكتور عادل، في احصائيه عندنا بتقول، يعني كان احصائيه من 2001 كانت بتقول ان عدد الجمال طبعا على مستوى العالم حوالي 5 مليون جمل، 19 مليون جمل، منهم 5% في السعودية. وكان قالوا ان عدد الجمال في جمهورية مصر العربية حوالي 250 ألف جمل، لكن احد المسؤولين او يعني كبار المسؤولين في الطب البيطري امس صرح في جريدة رسمية جت بالصدفة قدام يعني كده ان عدد الجمال في مصر اصبح 102,071 جمل، وتوزيعهم طبعا بيقول ان سوهاج لها نصيب الاسد فيها حوالي 30% من الجمال. هل عند حضرتك سبب او مبرر لنقص العدد بتاع الجمال ده اللي من احصائيه 2001 ل 2007 من 250,000 الى 102,000؟ الجمال في مصر مش ولاده، يعني مناطق بسيطه جدا اللي يحصل فيها توالد للجمال، خاصه في محافظه الشرقيه وفي مركز بلبيس على التحديد، وفي الصحراء الغربيه ده هي اللي بيبقى المصدر الرئيسي لانتاج جمال مصريه. اما وكذلك في سوهاج برضو في ناس بيربوا الابل وفي اسوان، اما باقي المحافظات فكلها مستهلكه للحوم الجمال. والجمال التي تدخل مصر بتقعد لفتره ويتم ذبحها، فبالتالي ما اقدرش اقول ان في تربيه مكثفه للجمال في مصر الا في الساحل الشمالي وفي محافظه الشرقيه في بلبيس وفي محافظه سوهاج.
الأعداد طبعا بتقل نتيجة عدم اعتماد المزارعين أو الفلاحين في أنحاء القطر المصري على حمل ما يخصهم من محاصيل زراعية وحمل أثقال أو حمل سباخ، فده ابتدى يقل بكمية كبيرة، فبالتالي اقتناء الجمال لعملية العمل ابتدأت تقل جدا. طيب سعادتك اتكلمت لنا عن التربية المكثفة للجمال، احنا يعني برضو المفروض ان الجمال دي تحل مشكلة اللحوم في جمهورية مصر العربية، وتكون عامل مساعد في خفض اسعار اللحوم اللي احنا بنعيشها الايام ديت. طيب حضرتك يعني ايه المطلوب او ايه اللي بيلزم الجمال عشان نربيها تربيه مكثفه ونعمل منها مشروعات ونربيها في مزارع مكثفه زي بقيه الحيوانات؟ ايه المانع يعني، وايه المطلوب، وايه اللي ينقصنا هنا في مصر؟ طبعا الجمال دي حاجه بترحل من مكان لمكان وراء العشب. إذا أيدت الجمال أو عقلتها أو منعت حركتها، الفاقد منها بيبقى كثير. فالجمال عايزة مكان فسيح فيه مرعى تستطيع أن تتنقل إليه وترجع تاني، ومش محتاجة أي شيء في تجهيزات مباني للإيواء. يعني مجرد أن هتتعمل مظلة في أماكن محدودة بعيدة عن بعضها تستطيع أن تأوى إليها أثناء الليل أو أثناء الظهيرة، وباقي الوقت أهي بترعى وترجع تاني في مكانها. في تجارب كثيرة ناجحة في تسمين الإبل موجودة في وادي الصعيدة في محافظة أسوان. هذه الإبل التي تدخل الحدود المصرية عن طريق حلايب وشلاتين، التجار بيتعاقدوا مع بعض المربين بيربوا هذه الإبل لفترة 4 شهور، يغذوها على برسيم حجازي وبعض الأعلاف الخفيفة لزيادة الوزن بتاعها، وبالتالي بيحسن من نوعية اللحوم الخاصة بها وبتوفر كمية عالية جدا من البروتين. لو استطعنا ان احنا نعمل عندنا يعني مزارع خاصة بالإبل ده شيء جيد، ونختار له الأماكن اللي هي يصلح التربية فيها بعيدا عن الحيوانات الأخرى، ما فيش داعي أبدا أخلط الجمال بالحيوانات الأخرى. الشيء الثاني، الجمال دلوقتي ابتدأ الحديث يزداد على فوائد الحليب بتاعها أو اللبن بتاعها، وأنا بقول إن الجمل ده صيدلية متنقلة. احنا هنتكلم عن الحليب إن شاء الله في حلقتنا برضو، بس أنا عايز أسأل سعادتك إن بالنسبة للجمل يعني هل اللحوم بتاعته ليها فوائد او مميزات عن اللحوم الاخرى؟ يعني عشان برضه نتجه اليها من ضمن سؤالنا، ليه ما نعملش مزارع ونربي؟ يعني هل اللحوم اللي مش مفيده بالنسبه للانسان او هتحل مشكله، ولا فيها اي حاجه الناس بتعسف عنها، ولا ايه؟ لحوم الابل مذاقها جيد جدا والناس بيفضلوها، ومن احسن انواع اللحوم التي تصنع منها الكفته، دي حاجه معروفه. المذاق بتاعها احلى من البقري، وفيها نوع من السكريات زي لان الجلايكوجين فيها زياده شويه، فبتبقى يعني حلوه ازيد من اللحوم الاخرى. الحاجه الثانيه كميه الكوليسترول اللي فيها اقل مما هو موجود في اللحوم الاخرى، ولها حاجات علاجيه. ناس كثيره طبعا اللي في الهند وفي صحراء سيناء وفي الخليج العربي يعرفوا هذا المميزات بتاعت لحوم الابل، فبالتالي هي طبعا ليها فوائد وهتحل مشكله كبيره جدا، خاصه ان زمانها بيبقى ارخص باستمرار من اللحوم البقري او اللحوم الجاموسي. الشيء الاخر، الناس واخده فكره ان لحمه الجمل كبيره وبالتالي ما بتستويش وبتاخد فتره طويله في الطهي وهكذا، او خشنه. طبعا ده لما بيكون الجمل سنه كبير بيبقى فوق 7 سنين و8 سنين و10 سنين، طبعا لا شك ان الالياف هتبقى جامده وهتاخد وقت طويل في عمليه الطهي. ولكن اذا تمت التربيه وتمت التغذيه والتسمين السريع، لا شك انها هتبقى بالظبط زي البتل، ما تفرقش حاجه كبير. جميله. طيب نرجع تاني للجمل نفسه شخصه بقى، ونقول ان الجمل حيوان هادي الطباع بطبعه، صبور لكن بيغضب،
يعني ممكن حضرتك، هل زي ما المثل الشائع ان الجمل بيخزن وبعدين بيغدر في بعض الاوقات، ولا بيبقى ليها سبب معين ايضا قسوة عليه الانسان ظلمه في حاجة؟ رأي حضرتك ايه في المقولة دي؟ يعني عاوز اقول يعني انا تعاملت مع الجمال فترات طويلة جدا. الجمل حيوان ذكي جدا، يعرف صاحبه، بيعرف اللي بيفيده، وبيعرف اللي بيضره. يعني انا لما كنت بعمل عمليات جراحية للجمال وبعد عليهم عشان اغير لهم، ما كانش حد بيمسك الجمل، الجمل كان بيبرك لوحده ويعرض الجزء اللي انا عاوز اغير عليه، فدي يعني ما فيش اي مشكلة. فاهم ان انا جاي عشان اعالجه مش عشان اضره. فالكلام اللي بيتقال ان هو غدار، الجمل مش غدار، الجمل وفي، الجمل امين. انما اذا انت اذيته كاي حيوان بيدافع عن نفسه، انما ما بيخزنش وبيغدر، والكلام ده كلام غير صحيح. طبعا انا احب اقول للساده المشاهدين ايضا تكمله الكلام استاذنا الدكتور عادل، حتى سلوكيات كده للجمل، ان هو بيظهر الغضب بتاعه في حالات القسوه عليه، او في حالات ان هو بحرمه من اي حاجه من الحاجات اللي هي مطلوبه لحياته او المعيشه بتاعته. ومن مظاهر الغضب اللي الحيوان بيعملها ان هو اول حاجه في حاجه اسمها القله او الكله اللي بتطلع باصوات مصاحبه ليها، وهي عباره عن جزء من الجسم بتاعه بيملا بالهواء او بالماء وبيطلع خارج الجسم من البق بتاعه. وايضا بيئن الجمل في حاله الغضب، كما انه بتصل الدرجه ان هو يحدث له اسهال من الخوف اذا كنت بتضربه او بتقصوا عليه. الحاجة الجميلة بقى اللي هو بيعملها وعشان يظهر الغضب بتاعه، ان هو بيفضل بارك في مكانه لساعات طويلة جدا او قد تصل الى ايام، وبيعزف عن الاكل، ما بيرضاش ياكل ولا يشرب لغاية ما يلبى الطلب بتاعه او نبدأ نعامله معاملة. واحنا بننصح في هذه الاحوال ان الجمل الاكل بيتحط له على بعد منه مثلا امتار منه، والناس اللي موجودة كلها بتمشي من المكان، ويفضل ان يكون في مجموعة من الجمال بتخش معاه عشان تحمسه لعملية الاكل. يعني هو الجمل زي ما قال استاذنا الدكتور عادل حيوان ذكي جدا، بيربط السلوكيات بتاعته بالظروف المحيطة حواليه، وبيغضب كما انه بيحزن ايضا. والدرجة على كده يعني ان هو لو اتذبحت قدامه اي حيوانات اخرى من الجمال قد يعزف ايضا على الاكل والشرب، يعني بيظهر غضبه برضه او حزنه، كما انه بيعرف امتى وقت الرحيل يعني. وايضا بينبه الحيوانات اللي معاه عن اذا كان في عدو جاي من الحيوانات التانية، وهو رائد بيقوم ووشه متجه ناحية العدو اللي جاي عليه. ده يعني لغة بقى بين الحيوانات وبعضها، بيفهمهم ان في خطر او في عدو جاي من الناحية المعينة اللي هو باص ليها. دي كانت بعض يعني مقتطفات عن سلوكيات الجمل، اللي لو قعدنا نتكلم يعني حلقة واثنين وثلاثة، ويأيدني في ذلك الأستاذ الدكتور عادل ان الجمل في كلام كتير قوي، لكن احنا بنركز على بعض النقاط اللي تهم السادة المشاهدين كمعلومات جديدة عن الجمل. بسأل سعادتك دكتورنا العظيم ان علاقة الجمل بالإنسان، يعني الجمل ده شريك لينا في الكون، وربنا سبحانه وتعالى وصانا بالاهتمام بالحيوانات، ويعني واجب علينا ان احنا نرعاهم. فهذه الشراكة هل هي مفيدة بالنسبة للإنسان على طول الطريق، ولا في بعض الأوقات برضو بيبقى في خطر او خوف من تربية الحيوانات وبالأخص الجمل؟ يعني فإيه العلاقة اللي بين الإنسان وبين الجمل؟ هو طبعا ربنا سخر لنا الانعام، فهي ديت مسخره لينا للاستفاده منها ودرء الخطر منها برضه في نفس الوقت. فاذا احنا اهتمينا بيه بالجمل وادينا له كل حقوقه اللي بنقول عليها حقوق الحيوان، يعني من حق الجمل علينا ان احنا بنرعاه، بنقويه، بنجعله لا يتألم، يعني اذا مرض لازم نقوم بعمليه العلاج، وفي نفس الوقت المعاملة الحسنة بتاعة الحيوان كده، يبقى الحيوان يتمتع بصحة جيدة.
ما دام الحيوان متمتع بصحة جيدة يبقى ليست خطورة على الإنسان من هذا الحيوان. أما إذا ترك بقى واتعرض لمسببات الأمراض ومرض، فممكن قوي أن ينقل أمراض من الجمال إلى الإنسان. فبالتالي هي علاقة لازم تبقى متوازنة، أنا بستفيد منه وبستفيد منه استفادة كاملة، ففي نفس الوقت لازم أديله الحقوق بتاعته حتى أتجنب أي ضرر يأتي من الناحية. طيب نرجع مرة تانية حضرتك للاستفادة بقى، خلينا في الاستفادة دلوقتي عشان ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة هنتكلم عن الخطر اللي ممكن يجي والأمراض اللي بتصيب الجمال والأمراض برضو اللي بتنتقل الإنسان عن طريق الجمال. فدلوقتي احنا لسه في الفوائد بتاعة الجمل بالنسبة للحليب وبالنسبة للبول. حضرتك كلمتنا عن الحليب وعن فوائده، وده حاجة يعني العلم اقتنع بيها ويعني بدأ فعلا الناس تستعمل حليب الإبل، وفي ناس بتستعمله اللي هم البدو واللي عايشين في الصحراء واللي كل أكلهم وشربهم بيبقى من الجمل. لكن البول بتاع الإبل كل ما نسمع أو نقرأ، يعني طبعا الأحاديث النبوية ودي الإسناد بتاعها احنا يعني لا نتدخل فيه، ده رأي ديني. من ناحية العلم، العلم ما زال يقول ان احنا تحت الدراسة وتحت الدراسة، هو بيشفي كذا وكذا وبيعمل كذا، لكن ما زال تحت الدراسة ولم يقنن نهائيا الاستفادة من بول الإبل. ايه رأي سعادتك تحدثنا عن يعني مميزات بول الإبل، وهل بيستخدم فعلا كعلاج ولا العلم لسه زي ما بقول يعني لم يستقر على هذا الأمر؟ وبس قبل أن نترك اللبن بتاع الإبل، ما هو مميزات هذا اللبن عن بقية الأدوية؟ أول حاجة لبن الإبل ما فيهوش كثير، شيء غريب جدا طبعا، كل الألبان بما فيها الإنسان فيه كثير، وبالتالي هذه الألبان لما يجي ناحيتها نقطة ليمون أو نقطة خل اللبن بيتخثر. لبن الإبل لا يتخثر، بمعنى آخر إن لو اتاخد هذا اللبن عن طريق الفم لا يتخثر داخل المعدة، فيبقى كل ما فيه من فوائد يستفيد منها، يستفيد منها الجسم. أدي واحد. الحاجة الثانية البروتينات أو الجلوبيونات اللي موجودة في اللبن بتاعت الإبل نوع واحد فقط، أما في بقية المخلوقات فهي مية، حاجة بيسموها سلسلة ثقيلة وسلسلة خفيفة، الجافوش غير سلسلة الثقيلة. حاجة الأخرى كميته في اللبن بتاع الجمال ضعفين لثلاث أضعاف ما هو موجود في الأبقار، فإذا هو غني جدا بالجلوبينات أو الأجسام المناعية اللي موجودة في حليب الإبل. الشيء الآخر بالنسبة للبن الجمال لازم نحط في ذهننا إن هو حاجة اسمها لاكتوفيرين. لاكتوفيرين ده نوع من البروتينات متحد بالحديد، كميته برضه مرة ونص قد اللي موجود في باقي المخلوقات، وهذا النوع من البروتين قاتل لمعظم البكتيريا المرضية، لدرجة إن اللبن المخمر الذي يتخمر بقى من الإبل يستعمل في منطقة آسيا لعلاج الضرن في البني آدمين، وهذا الكلام معروف من مئات السنين وليس من الآن. لما نترك بقى فوائد اللبن لأن ليه علاجات كثيرة وأصبحت دلوقتي في شبه التقنين، فمثلا في علاج السكر النوع الأول اللي بياخدوا أنسولين فيه، اللي لازم ياخدوا أنسولين، لازم نبقى عارفين إن لتر اللبن بتاع الماء بيحتوي على 45 إلى 128 وحدة أنسولين لكل لتر لبن. أنسولين طبيعي، أنسولين بيعمل يعني ما نقدرش نقول إن هو أنسولين طبيعي أو بيعمل عمل الأنسولين، إنما هو له المقدرة على تخفيض نسبة السكر في الدم إلى الحد الطبيعي دون أي تدخلات أخرى، وإذا كانت الحالة متقدمة بيستطيع أن يخفض كمية الأنسولين التي يتناولها المريض في اليوم.
وهذا هو الأنسولين الطبيعي الذي يؤخذ عن طريق الفم. الوحيد اللي يؤخذ عن طريق الفم. طيب تكملة لسعادتك برضو نسبة الدهون في، يعني في ناس بتفضل في الألبان يقول لك ده لبن أبقار، ده لبن خفيف وما فيهوش دسامة ولا حاجات زي كده. احنا برضو يعني بنقول ان لبن الناقة برضو من نسبة الدهون فيه بتبقى اعلى من لبن الابقار، ما بين لبن الابقار ولبن الجاموس. والدليل على كده ان احنا في رضاعة الجمل الصغير او القاعود الصغير، ان احنا على عكس الابقار لما بيرضع رضاعة صناعية طبيعية، بنقول ان احنا بندي للابقار الاول او العجل الصغير ابن البقري بنديله كل الضرع، وبعدين بنبدا نخفض حلمه او ربع ربع واحنا ماشيين كده لغايه ما يكبر. احنا في الجمال بتبقى دايما العكس، يعني لما نيجي نرضع العجل الصغير بنقول ان احنا بنديله حلمه واحده او ربع واحد في الاول الى عمر معين، ثم نزود في الحلمات. هل دي حضرتك بترجع زي ما احنا عارفين او معتقدين ان نسبه الدهون العاليه بتبقى اقوى شويه على معده الجمل الصغير، فممكن تسبب له اسهالات وتسبب له امراض، ولا ايه رايك؟ هو التركيز الحقيقه في هنسميه بقى السرسوب، لبن السرسوب بتاع الناقه هي بعد الولاده مباشره لمده 3 إلى 4 أيام يبقى غني جدا بالجلوبينات، ويبقى غني جدا بالفيتامينات، ويبقى غني جدا بالاملاح المعدنيه، ودي لا يستطيع ان يتحملها اذا كانت كميه كبيره، لا يستطيع القاعود او المولود الجديد ان يتحملها، فبيكتفى باعطائه ربع واحد. ده بغنى هذا السرسوب من المواد الغذائيه واللي يكون ازيد من اللازم للمولود. لدرجه ان البدو بيستفيدوا من هذا، يعني بياخدوه وبيستعملوه كاكل، وبيسموه حتى البلاك ميلك، يعني اللبن الاسود نتيجه التركيزات الكبيره جدا يبقى اللون بتاعه غامقه، يبقى غامق، بعد كده بيبتدي يرتاح بعد شويه. طيب حضرتك نرجع بقى للجزء اللي هو بتاع الجزء الثاني او الشق الثاني من العلاقه اللي بين الجمل وبين الانسان. يعني هل نتكلم الاول عن امراض الجمال؟ يعني دايما برضو من ضمن الحاجات الغامضة على الناس او على المربيين اللي هو الامراض التي تصيب الجمال. هل الجمل ليه امراض يعني شائعة الحدوث فيه عن بقية الحيوانات الاخرى؟ لا، هو الجمال الامراض اللي فيه اقل من الحيوانات التانية، انما له امراضه، والامراض ديت خاصة به هو. فمثلا الجلد او تساقط الجلد في الجمل ده بيبقى نقص نتيجه نقص الاملاح، ودي بتبقى موجوده في الاماكن او الصحاري البعيده عن البحار، بيبقى دايما فيها نقص كلوريد الصوديوم، فنقص كلوريد الصوديوم بيؤدي الى كثير من المشاكل في جلد بتاع الجمل. الشيء الثاني الجرب. الجرب ده مشهور قوي في الجمال، ودي نتيجه حشره مش حقيقه، يعني احنا نقدر نقول ماي حلم، نوع من الحلم بيصيب الجمال وبيؤدي الى الوبر بتاعها بيسقط، وبعد كده يتكون قشور، والقشور دي بتبقى كثيفه، بتبقى عامله تهيج، فيبتدي الجمل يحك في نفسه او يحك في غيره، فيبتدي يقعد الثاني، وبتبقى عامله مشاكل. ولكن طبعا البدو والناس المتعاشرين مع الجمال بيستطيعوا انهم يعالجوه، حتى لو حطوا شويه زيت هو بيخنق الحلم والجمل بيخف. طبعا دي امراض اخرى كثيره، منها الحمى الفحميه ومنها السود، ودي بتيجي الحيوانات كلها ذوات الدم الحار، والجمل من مثل هذه الحيوانات. كذلك من الامراض الفيروسيه الشهيره في الجمال عندنا حمى الوادي المتصدع، وبقيه الامراض الثانيه ياخدها ولكن لا تظهر عليه اعراض. فهنا مشكله الجمل انه مع بعضه ما فيش مشكله، انما لو اختلط بحيوانات تانية تكون اكثر يعني قابليه للعدوى بهذه الفيروسات التي يحملها، قد تؤدي بحياته وهو ما فيش اي حاجه، زي الطاعون البقري وزي الحاجات دي ما بيلعبش دور كبير فيها، انما هو ياخد المرض ولا تظهر عليه اعراض. طيب الجدري ده في منتهى الخطوره، ده بيصيب الجمال وممكن يسبب وفيات كثيره
في الأعمار الصغيرة، وممكن يتنقل للإنسان الجدري بتاع الإبل وهو قريب من الجدري بتاع البني آدم. طيب، ما زلنا أعزائي المشاهدين نتحدث عن الجمل وعن خبايا الجمل وعن صفات الجمل، لكن أستأذنكم لفاصل قصير ونعود مرة أخرى نستكمل مع أستاذنا الدكتور عادل عبد العظيم كل الحاجات الممتعة عن الجمل. الصحة والجمال، جمال الصحة وصحة الجمال. أعزائي المشاهدين نعودنا لكم مرة تانية ونكمل حديثنا عن رعاية الإبل أو رعاية الجمال مع أستاذنا الدكتور عادل عبد العظيم، وهنكمل الحديث بتاعنا عن فوائد البول أو العلم قال إيه في استعمال بول الجمل لعلاج بعض الأمراض. اتفضل. نرجع تاني لمسألة البول. أنا عاوز أقول إن مش بس بول الجمل، البول عامة في جميع الثدييات هو سائل يحتوي على ما تم ترشيحه من الدم، فهو سائل مرشح خالي من الميكروبات إذا كان هذا الحيوان أو الإنسان سليم لا يحتوي على بكتيريا، فده محلول معاق. دواء اثنين، اللي يقرا كتب الناس الهنود هيعرف في الاول ان ده عباره عن صيدليه متنقله فيها ما يشفي الكثير الكثير من الاطفال، ولكن هل هناك مقننات نستطيع ان نحددها كم سنتي او كم نقطة او كم مليجرام او كام او كام من هذا البول يصلح لعلاج شيء محدد؟ على حسب قراءاتي، على حسب قراءاتي، وليست ادعي ان انا استعملت هذا البول في علاج شيء. قالوا انه بينفع في علاج كثير من الامراض السرطانية، وقالوا انه بينفع في علاج كثير من الحاجات البكتيرية اللي بتعمل حب الشباب، وقالوا انه بيصلح في حاجات كثير جدا، انه بيشيل التجاعيد، وكثير جدا من هذا الكلام اتقال، والكلام اللي اتقال ليس فقط على بول الابل ولكن قيل على بول الانسان وعلى بول الابقار وعلى بول الاغنام وعلى بول الابل. الكلام ده ليس بجديد، الكلام ده معروف من مئات السنين، وما زالوا بيستعملوه في بعض الاماكن كطب شعبي ولم تحدث منه اخطار، ولكن العمليه احنا بنقول ما فيهاش داعي لعمليه المخاطره، ما تبقاش شائعه، وزي ما بنقول لما بقول سرطانات يعني دي امراض
يائسة منها ومفيش حاجة بتعالجها، فبالتالي لما هيستعمل البول يعني ما هو استعمل قبل كده حاجات كتيرة وقعد شعره والكيماوي والاخره ما جاتش بقى على البول، ففي ناس استعملوا وخفوا. انما هل ده بقى معمول تحت ظروف علمية صحيحة؟ لا استطيع ان اقول. معقمة يعني. هل تنصح حضرتك ان ممكن العلم بعد كده تحت اشراف طبيب ان يكون استعمال البول ده بس يكون مثلا تاخد له تعمل له تعقيم، تعمل له تحليل لمواد معينة، كشف عن بكتيريا فيه، اي حاجات زي كده؟ نعم، ويقنن ويمكن استعماله. ده محتاج ما يسمى تجارب حقيقية وليست ملاحظات او مشاهدات او تجميع بيانات من ناس استعملوا هذا النوع من العلاج. ده محتاج شغل علمي وعلمي دقيق وتحت ظروف مضبوطة، ما تبقاش العملية مجرد انها تبقى كلام. يستحسن طبعا في البداية ان احنا نقوم بعمل هذه الابحاث على حيوانات تجارب، وبعدين نرتقي بها شوية الى حيوانات مزرعة، وبعد كده نرتقي بها الى برايميت اللي هي الاوليات العليا اللي هي قبل الانسان مباشرة، وبعد كده يبتدأ نشوف ناس متطوعين او فولنتير من البني ادمين نستطيع ان نجرب عليهم هذه الاشياء، واذا ثبت نجاحها طبعا هتبقى اشياء جميله جدا، ونستطيع ان نستخرج الماده الفعاله اللي موجوده من هذه الاشياء وتطلع بقى في السوق على هيئه اما مراهم او شراب او حقن او الى اخره. ولكن من المعروف والثابت علميا ان البول شركات الأدوية في عهد قريب كانت تستعمله لاستخراج الهرمونات هو التي تستعمل العلاجات. طيب احنا ما بين الامراض بقى والحاجات زي كده بنقول بعض المعلومات الخفيفة عن الجمل وعن قدراته الفائقة اللي ربنا سبحانه وتعالى عزاه بيها. يعني لو قارنا الجمل بالانسان اعزائي المشاهدين في قدرة او قدراته على التحمل، فهنجد ان الجمل ممكن في العطش والجوع بيفقد ربع وزنه، ربع وزن جسمه، ويرجع تاني لما ياخد الحاجات ديت يعوضها بسرعة جدا ولا يحدث له اي مضاعفات، في حين ان الانسان لو فقد حوالي 5% من وزن جسمه نتيجة للجوع او العطش قد يصاب بفقد التوازن، ولو وصلت هذه النسبة الى 10% من وزن الجسم فقد تصم أذنيه وقد يصاب بالهذيان، في حين ان هي لو زادت عن 12% من وزن الجسم قد تؤدي الى وفاة الانسان. ايضا الجمل له قدرة على التكيف مع درجة الحرارة التي قد يعني شوف معدل عالي جدا، ان الحرارة بتاعته ممكن تكون 34 وتكون 41، وهذه قدرة ايضا للجمل لا يستطيع الانسان ان يقدر يتحملها، لان درجة الحرارة بتاع الانسان لو نقصت عن 34 او زادت عن 41 فبتسبب خطورة عالية جدا. هنكمل مع استاذنا الدكتور عادل ونسأل عن هل الجمل ممكن يكون مصدر عدوى لامراض بالنسبة للانسان، واحنا في الايام ديت بصدد ظهور او يعني الحديث عن مرض حمى الوادي المتصدع اللي هي زي ما سعادتك عارف موجودة في كينيا وموجودة في السودان، ويمكن حضرتك لسه راجع من السودان قريبا. حدثنا حضرتك عن مصدر او هل الجمل ممكن يكون او في امراض مشتركة بين الانسان وبين الجمل، تنقل في امراض تنتقل عن طريق الجمل الى الانسان، وايه هي الطرق اللي ممكن تنتقل زي مثلا مرض حمى الوادي المتصدع بالذات، ايه يعني طريقة انتقاله الى الانسان وازاي نتفاداه؟ الابل ككائن ذوات الدم الحار هو معرض للاصابة بامراض كثيرة مثل باقي الحيوانات، ولكن نظرا لما حباه الله من إمكانيات فائقة زي اللاكتوفيرين اللي موجود فيه الجلوبينات بتاعته، قد يستطيع أن يتحمل الكثير والكثير من أعصار هذه الأمراض.
ولا تظهر عليه علامات مرضية تعوقه أو تعوق إنتاجه. فدي أحد الميزات اللي فيه، ولكن تحت ظروف معينة وتحت ظروف الإجهاد الشديدة التي قد يعاني منها الجمل قد تظهر بعض الأعراض المرضية اللي موجودة عليه. من الأمراض الخطيرة التي ممكن أن تنتقل إلى الإنسان هي حمى الوادي المتصدع أو بيسموها حمى وادي الريف، والجمل هو ضحية لهذا المرض، ضحية ولكن لا يلعب دور أساسي في وبائيته. فموجود في الصحاري، موجود عند الدرك، مستنقعات، خطوط أمطار، كما يتجول. وهناك الحشرة الناقلة لهذا المرض التي تخزن في جسمها هذا الفيروس، عندما يتعرض لعض هذه البعوضة فتنقل إليه الفيروس، وهذا الفيروس يتكاثر داخل جسم الحيوان، وبالتالي يكون الجمل مسبب في عدوى أخرى للناموس، والدايرة تبقى تكتمل. يبقى الجمل خد الناموس، الناموس حتى البيض بتاعه بيتعدي، يطلع الجيل الجديد فيه نفس الفيروس، وبالتالي يبقى عملية دايرة. البني آدم بقى ياخد المرض بطريقتين، إما بمخلطته للجمل المصاب زي ذبحه والفيروس موجود في الدم، موجودة أي جروح في إيد اللي بيذبح ياخد المرض وينتقل إليه، حينما يقوم بالسلخ ويعور نفسه ياخد المرض، عندما يجوف جسم الحيوان ويطلع الكبد والحاجات دي، برضه بوك دي يعني حاجة فيها تلوث ممكن ياخد المرض. بعض العادات السيئة التي يتناولون فيها اللحم والكبد والطحال من غير ما يتعرض للنار، من غير سوى خالص، بني حط عليه شطة ويبتدوا ياكلوه، فده برضه عرضة انه ياخد الإصابة. فيبقى اللي بيجيب الإصابة لنفسه هو الإنسان، إنما الجمل ما جاش وعداه، إنما الإنسان بتعامله الخاطئ مع هذا الحيوان يبقى ده مصدر خطر على الإنسان إذا تعامل بطريقة خاطئة مع الجمل المصاب. الحاجة الأخرى زي الجرب، وبيندخل إزاي؟ بالمخالطة. إذا خالط الإنسان جمل جربان دون أن يأخذ حذره بينتقل إليه المرض. الحمى الفحمية، حيوان نفخ فجأة وترمى في الشارع، وترمى ويجي بعض الناس يقول لك استفيد من الجلد بتاعه، ويبتدئ يسلخ هذا الجمل النافق ولا يدري من نفخ من ماذا، فبالتالي ده بياخد المرض، انتشار ومصدر انتشار للمرض وهكذا. فبنقول ان الامراض المشتركة امراض كثيرة وعديدة، نتجنب ان احنا نتعامل مع الحيوان المريض الا تحت اشراف بيطري ليشخص المرض ويعطي النصيحة كيف نتعامل مع مثل هذا الحيوان. النصيحة بقى اللي احنا عايزينها من سعادتك او الرشدة لوقاية الجمل من الامراض بتاعته، وهل في تحصينات للجمل او يعني ايه الحاجات اللي بنحصن فيها الجمل؟ يعني عايزين برنامج او رشدة كده من سعادتك للي بيربوا الجمال، يعني ان احنا نعمل ايه عشان نتفادى عملية الامراض من اصله، يعني والوقاية خير من العلاج. الجمال آفتها الحقيقية مرض بيسموه الدباب، او بيسموه صورة، مرض صورة بسبب التسمية الهندية، والدباب دي تسمية افريقية نظر لانه ينتقل بالذباب، فده الذباب هو اللي بينقل هذا المرض وبينقله ميكانيكي، والحمد لله على هذا، يعني ما بياخدش دورة داخل جسم الجمل. الحقيقة المرض ده لابد أن نحرص تماما أن تكون الإبل خالية منه، وده بنعطي علاج وقائي، علاج وقائي، وده مسموح به في الجمال،
وده متوفر في أكثر من نوع، وده بيقي الجمل لمدة من 3 إلى 6 شهور، وده مداومة إعطائه بنتجنب هذا المرض القاتل، لأن ده مرض ممكن يبقى فيه النوع الحاد وممكن فيه النوع المزمن اللي بيخلي الجمل يفقد قدرته تماما على أي شيء، لدرجة إن السنام اللي بيبقى موجود ده ما تلاقوهوش، وتحصل أورام كبيرة جدا في الرجلين وتحت الرقبة، والجمل يتعب من أي مشوار أكنه مش موجود. فبالتالي هذا المرض هام جدا في عملية إن احنا نعمل له وقاية. الحاجة الثانية الجدري، وله تحصين، يتم تحصين الحوار اللي هي الحاجات الصغيرة ديت، وبيكرر التحصين سنوي، فده ما فيش أي مشكلة وبنتجنب شر هذا المرض. الحاجة الثالثة نوع برضو من أنواع شبيهة بالجدري، ده بيتعمل منه لقاح نوعي من نفس الحيوانات المصابة، بيتتاخد منها بعض القشور أو البثرات اللي موجودة على الجلد، بيتم عمل منها لقاح بيتم حقنه في بقية القطيع، وده بيحميه لمسافة طويلة جدا، لكن دي عدوى يعني صناعية ولكن لا تظهر فيها أعراض، وبيقيه لمدة 1 إلى 3 سنوات. بالنسبة للريفت فالي اللي هي الحمى الوادي المتصدع، نستطيع إعطاء اللقاح الواقي، وبيقي هذا الحيوان فعلا وقاية كويسة، فبنتفادى أن يأخذ المرض ولا يظهر عليه أعراض ويكون مصدر عدوى في الحيوانات الأخرى أو للإنسان. فدي الأهم الأمراض اللي احنا نقدر نقول عليها ونقدر نعمل لها وقاية، ويعني من السهل جدا عملية السيطرة على هذه الأمراض. طيب حضرتك بالنسبة للعجول الصغيرة بتاع الجمال، يعني احنا عارفين ان نسبة النفوخ بتبقى مرتفعة فيها جدا في حالة الرعاية الخاطئة، يعني ممكن حضرتك بسرعة كده لان احنا الوقت اوشك على الانتهاء، ان مسببات النفوخ في العجول الصغيرة، الاسهالات هي احد الاسباب الرئيسية في نفوخ حديث الولادة، وكذلك الالتهابات الرئوية، وكلاهما نستطيع الوقاية بالرعاية الصحيحة وإعطاء لبن السرسوب بالكميات المضبوطة والتي تمثل 10% من وزن الحيوان بحد أقصى 5 لتر في اليوم، ويعطى على مرتين في اليوم. هتعدي هذه الأطفال أو أطفال الإبل المرحلة الصعبة في نوع من السلامة، ونقلل أكبر قدر ممكن من عملية هذه الوفية. ودي عملية السرسوب ده والأمومة مهمة جدا في غاية الأهمية، عشان يعني تكملة حياة المولود الصغير حياة سليمة ووقايته من الأمراض، إن يبقى مع الأم أو ياخد الرضاعة الطبيعية من الأم. تماما، هذا ما نؤيده. شريطة أن يكون الحلمات نظيفة وجافة حتى لا تكون سبب في نقل ملوثات إلى جسم المولود الصغير. لا، أصل في سعادتك الناس دلوقتي في المزارع المكثفة بياخدوا المولود مباشرة ويحرموه من الأم ومن الفترة الصغيرة اللي احنا بنقول عليها ديت، فحضرتك بتنصحهم إن يعني يسيبوه حتى ولو 48 ل 72 ساعة مع الأم؟ إذا كانت هناك تربية مكثفة يبقى معناه على طول حط إهمال شديد، لا يستطيع أن يرعى هذا الكم الضخم مهما أوتي من قوة، فبالتالي عملية العزل بيعتبروها هي الأسلم. أما اللي عنده أعداد صغيرة فمن الأفضل أن يترك العجل أو الصغير مع الأم مش بس 48 ساعة، يقعد معه لغاية ما يتركه. أعزائنا المشاهدين، سعدنا اليوم بالحديث مع أستاذنا الدكتور عادل عبد العظيم، واتكلمنا عن الجمل مقتطفات، يعني اللي حضراتكم سمعتوه وشفتوه ده جزء بسيط جدا من الذي حضره الله سبحانه وتعالى بقدرات خارقة، وذكروا أيضا في القرآن الكريم. وإن شاء الله في حلقاتنا من برنامج الرفق بالحيوان هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نعرف إزاي بنرفق بالحيوان عن طريق رعايته السليمة، وعن طريق بعده عن الأمراض وعن الألم وعن الظروف السيئة اللي بتبقى محيطة به،
وإن شاء الله حديثنا في الحلقات القادمة هيكون عن حيوان آخر ذكر في القرآن الكريم، وعن الحيوانات الأخرى، بل عن الطيور وعن الدواجن وعن كل الحيوانات إن شاء الله. ونرجو أن تستفيدوا من هذا البرنامج، ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نشكر أستاذنا الدكتور الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة ومستشار معهد بحوث الصحراء، ونشكر أيضا طاقم العمل اللي قام معنا في هذه البرنامج وقعد معنا، وإن شاء الله وهذا الطاقم يكون على رأسه الأستاذ المخرج الأستاذ عماد إسماعيل، والإخوة خلف الكاميرات والفنيين وكل من تعاون معنا في نجاح هذه الحلقة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.